السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى. نسأل الله ينصر قواتنا الشعب المصلى. جينا لكم بفيديو جديد مراكز إسرائيل. الليلة فيديو فريد من نوعه. زول الليلة بل الكيزان ده جنس بل قال انتوا يعني تركتوا تركة كبير جدا هنا شغالين ننظفوا كوارث القديم فوق ده كله سبب الكيزان ولأحزاب الوراثية دي برضه بلان وبل البرهان. الليلة بل كل الليلة بل يشمل الكل بالذات برهان ده الليلة بل بل شديد كده. رقمنا هذا الفيديو أول هتم بعدك نجي نعقد معه. كنت بحضر لي في برنامج عامل الطاهر التوم مستضيف ناس من النظام البائد، فعليا ده النظام بائد. طلع واحد بيتكلم عن انه يا اخ والله خطأ البرهان والقوات المسلحة. خطأ في شنو؟ قال يا اخ والله الحركات المسلحة دي ما كان عندها وجود، والدعم السريع ما كان عنده وجود، والبرهان نماهن، والحركات المسلحة هسه هي بقت خطر قادم. انت الحركات المسلحة دي عملها البرهان؟ دخل الخرطوم البرهان؟ انت نسيت اتفاقية بتاعت سلام دارفور اللي كنت قاعد 5 سنة في قطر؟ نسيتها؟ نسيت ابو قردة ده اللي ما عنده علاقة بالصحة مسكت وزارة الصحة؟ ما ده انت ذاتك. الدعم السريع قال سلمناه للبرهان كانوا 20,000 وشغلهم عسكري. كلامك صح. الدعم السريع ده انا بسألك انت يا طاهر التوم والزول الضيف اللي انت مستضيفه والبشير هسه يمشي اسأل البشير، قول لي انت الدعم السريع عملته ليه؟ قال لي مواجهة خطر الحركات. ممتاز، كلام جميل. هسه عملها انجزها؟ الدعم السريع انتهى من الحركات؟ ما انت ما تيجي تقول لي يا اخ والله انتوا جبتوا مليون كارثه الان، مليون مشكله الان، احنا من غير الحرب دي بنحارب في مليون مشكله، بدل الناس تتصدى وتقف تقدم رؤى قاعدين تتمرروا لروحكم. البشير ده عمل الدعم السريع. ما سالناه وحسي ولا حسبناه ولا حسبنا النظام بتاع الاخوان المسلمين ولا حسبنا غندور ولا المؤتمر الوطني ولا سالناكم، لانه في حاجه اكبر من الحاجه اللي انتم عملتوها. لما تيجي تقعدوا في العيد مرتاحين في تركيا تفتحوا في قناتكم تتكلموا عن الجيش، الجيش عمل شنو؟ حركات مسلحه. انت ما قاعد مع الحركات المسلحه، انتوا نسيتوا من ناوي ده؟ انتوا ما دخلتوا القصر الجمهوري؟ حسمت من ناوي؟ انت انتهيت من قوته؟ لما انغلبك مشيت عملت له الدعم السريع، عملت الدعم السريع، الدعم السريع ده حسي حقق اهدافه؟ مش اهدافه دي انه يتعمل عشان يغمد الحركات المسلحه؟ ما هي دي قاعده حسي الحركات المسلحه، تزعل منها انا؟ تزعل منها البرهان؟ تزعل منها الجيش؟ ما خليت انت لا الحركات المسلحه قضيت عليها، لا الدعم السريع قضيت عليه، لا انجز مهمته، لا دمجته في القوات المسلحه، خليت لنا التركه دي كلها وجينا حسي احنا بنواجه فيها. بسهولة جدا تيجي تقعد تفتح التلفزيون يا طاهر التوم تقول والله يا اخي البرهان الخطر بتاع الحركات الان بيسلح فيها وما بيسلح في المواطنين، ما انت الحركات دي عملتها انت ما لك ما خمدتها. طيب غلبتك انت غلبك الدعم السريع، غلبك كاودة، غلبك الحلو، غلبتك كل التركة دي بالاحزاب اللي انت كنت خاطين 81 حزب، يا اخي حسي الواقف ضدنا اللي بيمشي بيفتح فينا بلاغات ما كنت خاطين معك في العصر الجمهوري انت. جعفر الصادق ده ما شايفه في فرنسا؟ اتدخل جعفر الصادق والعمل معه مصالحه مع الحزب الاتحادي منه؟ ما انت ذاتك. عبد الرحمن الصادق وحزب الامه اللي بيفتح فينا بلاغات اللي قاعد في المانيا الليله منه؟ ما ده حزب الامه اللي انت مقعده معاك جوا القصر؟ لا حسمت ده، لا حسمت خالصين ده ما كنت معتقله انت؟ الدقير ده ما كان بيقعد قدامك مع السفراء الالمان وبيقعد معاك قدام السفير الامريكي لما البشير اعتقل الدقير اول زول مشى الحمد لله السلامه من طلعته من السجن منه؟ اول زول مشى الحمد لله ما السفير الامريكي يجي بيهدوه كده يقول لك والله يا اخي بيسلحوا في الحركات. ما مواطن سوداني ما سلحوا ليه؟ ما الدعم السريع قال انا ماشي اقتل جبريل، الدعم السريع قال ماشي اقتل مناوي، ما سلحوا ليه؟ ما مواطن سوداني. ولنفترض انه هو حركه مسلحه، اجرده من سودانيته ليه؟ اجرده من دفاعه عن نفسه ليه؟ اجرده منه ليه؟ سايطين الدنيا، سايطين الدنيا دي كلها، الكوارث دي قاعده بيواجهوا فيها الناس بالصبر، بيواجهوا فيها الناس بثبات. انت حسي دي ابن عوف ده مش كنت عامله وزير دفاع؟ ابن عوف ده انا لما بكتب عنه سنه 2017 قلت لكم ده زول خطير، شابكين لنا ابن عوف كويس. ابن عوف عمل شنو في وزاره الدفاع؟ الطيارات بتاعتنا هنا يا ابن عوف كده طلع لنا التقارير، بري نفسك انت والبشير اللي اختارك ده. ما الموضوع انه انت جينا والله تدمير الجيش ده بدا في مع البرهان ولا بدا في 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 الفتره الانتقاليه؟ تدمير الجيش ده من جبهه ابن عوف. ابن عوف ده انت ما نزلته معاش، نزلته معاش لواء، مشيت اديته سفاره في البحرين، جيت رجعته اديته وظيفه دستوريه وبقيت وزير دفاع وفريق اول كده. اقول لي انجازاته في القوات المسلحه، الصيانه بتاعت الطيارات وين؟ تقرير الصيانه بتاعت الطيارات وين؟ اخر مره صمتوا طياره عسكريه بتين
الطيارات اللي بتقع دي قاعد يرمي الدعم السريع، مع كل مره شابكين لنا طيرانكم طيرانكم ما في سبيرات، طيرانكم مخترق، ما شوفوا اختراقه ده بدا من بيتين، من ما قاعد يصين الطيارات دي؟ دبابات القاعده دي اسال وابن عوف ده، انتوا عملتوا الدنيا دي كلها تيجي بهدوء كده قاعد؟ البشير والله كان قادر يحجم الحركات، حجمها بشنو؟ ما عمل لا اتفاق لا حسمه لا دها لا دمجه في قوات مسلحه لا دمجه في حياه مدنيه، خليتوها كلها معلقه مفتوحه، كل واحد ترشو قروش ترشو قروش وتجي في النهايه تتفاصحوا. خلينا له 20,000، 20,000 انت اللي خليتهم ديل، عملته ولا انت اصلا؟ انت عملته ولا عشان نخمد الحركات؟ خمتها يا حركه هسي؟ قاوده دي قلبك؟ كاودة دي ما قاعد الحلو ده قاعد له في حته محاصره شابكين لنا هجليج هجليج دي حسي ما 62% من هجليج اللي مشيت استشهدتوا فيها دي ما دي حقت الشركه بتاع العارف الكويتيه، انا قلت لكم هجليج دي ذاته ما تحرروه خلوه. البترول اللي حق هجليج دي شركه هجليج ما اشتراوها شركه عارف الكويتيه اللي بيحتلوها السودانير دي. لكن تجي في النهايه الواحد قاعد في العيد لابس جلابيه مرتاح، والله قوات المسلحه قوات المسلحه اللي بتعمل فيه ده وحياه الله ثاني ما في جيش في الكوكب بيعمل. انتوا بتهزروا ولا شو؟ ما خليتوا اختراق، ما خليتوا مؤامره الناس بتعالج فيها، قاعدين بهدوء تخونوا في الكوكب كله. اللي بنعمل فيه الان ده السودان ده بيتحرر من كل الحاجات دي بهدوء، احنا ماشيين قدر قدرتنا. الدار يساعدنا يا اخواننا يهود الخط فاتح، ويهوداك الاستنفار فاتح، ويهوداك المعسكر فاتح، ويهوداك الخندق فاتح، شيل كلاشك وقف معانا، غير كده الفصاحة ما بتنفع. لا حاسبنا زول، لا حاسبنا زول نظام بايد، لا أي زول معانا في الخط قلنا يا اخواننا حس عندنا كارثة، بقاء أو فناء السودان، لكن ما تقعد لي قاعد والله احنا كانت رؤيتنا رؤية من يا زول؟ تعملت شنو أنت في رؤيتك؟ 5 سنة مؤجرين فنادق، اتفاقية بتاع دارفور دي عينتوا لها كم نفر؟ مجذوب الخليفة، غازي صلاح الدين، امين حسن عمر، امين حسن عمر انت ما كنت شغال في اتفاقيه جوبا اتفاقيه دارفور دي سلام دارفور، شغال عديل شغال منسقيه عديل شغال، كنت قاعد في قطر دي ببيتك مؤجر لك عديل، انت ماشي تعمل اتفاق 5 سنة قاعدين في الفنادق بتاعت قطر دي 5 سنة. لما تمت اسقاط النظام بتاع البشير يا الطاهر التوم انت قال سقطوا ليه؟ ما سقطوا في مليون ملف مفتوح، انتوا قالوا انه بالرشاوي وبالقروش بتحسم، ما حسمته، اشتريتوا احزاب دخلتوهم في مصالحه قاعدين معاكم في قاعه البشير دي، ال 81 حزب الحوار الوطني، هسي اول زول استعدانا منه ما ود المرغني ده ابراهيم ده رضيتوه بوزاره النقل والاتصالات ما نفع، رضيتوه بانه عينتوه ما نفع، عينتوا اعمامه الاثنين مستشارين في القصر ما نفع، جبتوا لنا الكفوه دي هسي خدتينا لنا نعمل لاش ما حس نعالجها نقفلها في الجزيره ولا نجي نقفلها في 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 بورسودان ولا نجي نقفلها في الخرطوم ولا نجي نقفلها سياسيا ولا نجي نقفلها انكم مرتاحين قاعدين قدتم مسيطرين، انتوا كنتوا قافلين الكوارث دي ومغطينها. انتوا ما حلين مشكله كنتوا بتغطوها بالعربات بالوظائف بتشتروا في الناس في ضمائرهم، خربتوا الناس تيجي تقول لي حسي والله الجيش كن سوى الدعم السريع ما كان 20,000 شنو انا بحاسبك حسي؟ عاملوا لشنو انت؟ انت عاملوا لشنو الدعم السريع؟ قوة مساندة للقوات المسلحة، ممتاز، أنجزت شنو؟ تفضل. بقن علينا بعبوين، الدعم السريع والحركات المسلحة، لا حسمت الحركات المسلحة عسكريا، ولا حسمتها بسلاح، ولا حسمتها بسلام، ولا حسمتها بحكومة انتقالية، ولا شراكة، ولا دمجتها في قواتك، ولا في الحياة المدنية اديتهم وظائف. بتفصل الحركة المسلحة، بتقول لهم هاكم دي وزارة. ده ما اسمه دمج. أديت أبو قردة وزارة الصحة عمل فيها شنو؟ وينه أبو قردة حسي؟ رضيته ودخلته مش اديته وزاره الصحه في مقابل انه يندمج في الشعب السوداني ويشيل حقوق المواطنين الممثلين له، وين ابو قرد حسي؟ انجز شنو؟ ما شال وزاره الصحه ركب لاند كروزر صلاحيه ما اديت له. تقال كده انجزت حاجه؟ ما دي كلها كفاوي جت مواجهتنا حسي احنا بنواجه فيها. ده الوضع العام يا اخوان. يطلع زول بكل هدوء يقول لك والله يا اخي ما كان يعمل شنو؟ كده يقول لي كان يعمل شنو يعني؟ الحلفاء القاعدين ديل بالنسبه لامريكا ود المرغني اهم من البرهان والقوات المسلحه. دي سلاله وامتداد للخيانه. هسه ود المرغني اليوم ذاك معترض في فرنسا صح؟ معترض في فرنسا
وقال احنا جينا نشوف الوضع وهو واضح انه البرهان لبسوا الحيطة. واضح ليه؟ لانه مشى فرنسا، عرف انه لما البرهان الحاجة اللي هو قاله وطامع فيها البرهان ما حيعمل له، رجع يقعد مع كتلة التقدم. دي ما حاجة كويسة، قفلناه ولبسنا الحيطة. اوريك دليل تاني، تقاله هو زول هين ده وامشي ودى المرغني عين عين ده مش ودى المرغني قال لك في 11/1 بشر السيد جعفر المرغني رئيس الحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه. انتوا عارفين انه رئيس الكتله الديمقراطيه جعفر المرغني ولا ما عارفين؟ انا ما كنت عارف الحاجه دي. ونائب منه؟ نائب مبارك اردول، وانا ما كنت عارف الحاجه دي. الكتله الديمقراطيه اللي قاعده في المانيا في برلين قاعده مع تقدم برعايه سويسريه المانيه، دارين يحلوا لهم مشكلتهم ويوحدوا الخط السياسي بتاعهم. جل البرهان دق الباب قال له ابوي بيبارك ليك انت ويبارك للقوات المسلحه وداعمكم. لقى انه الموضوع ده فكاو في الشارع البرهان، اعمل شنو يعني؟ يعانده؟ يجيف ضده؟ يقول له ما تخش لي المكتب؟ ما تخش لي المكتب؟ يطرده؟ فكاو لنا في الشارع، قال له يا اخي اسمع، قال له اسمع انت عندك قواعد، قال له اطلع الشارع. خلاه حام، لما حام لقى له روح انه لف صينيه ما قادر يعمل حاجه ود المرغني. طوال المخابرات صنعت ود المرغني وصنعت ابو، قلت له تعال لنا في فرنسا. مشى فرنسا شابكنا احنا جينا نرى بام عيننا. ترى شنو يا زول؟ احنا قلنا لك مقاطعين الاجتماع ده، احنا كدوله ما دعونا، ماشي تسوي شنو انت حليف للقوات المسلحه؟ واضح انه لبس الحيطه، ده شغل بتاع كهنه ولا ما شغل كهنه؟ الليله الكتله الديمقراطيه دي اتضح انه هو رئيس ده جعفر المرغني، ماشي قاعد مع منو؟ قاعد مع ناس تقدم في المانيا في سويسرا. والتحق بهم الليله ياسر عرمان وخالد سلك، رغم انه شال المؤتمر ده زح وجروا، جروا من خالد سلك وجروا من ياسر عرمان، قاموا الليله مشوا حصلوهم في الفندق هناك قعدوا معهم. مع انهم زايغين من خالد سلك، خالد اصر يمشي. زايغين من عرمان، عرمان اصر يمشي، ده شغل كهنه كبار. دارين حمدوك ثلاث اربع شخصيات من اولاد الساده. طيب واحده من الحاجات اللي احنا حنسائل فيها عقار ونسائل فيها المندوبه بتاعته. هل يعلم وزير الخارجية الجديد انه الامارات شاركت في مؤتمر مؤامرة باريس وتعهدت لنا ب 100 مليون دولار؟ هل بتعلموا الحاجة دي؟ هل زولتك بالموفة دي عارف الكلام ده؟ هل جعفر المرغني عارف انه حسي تكملة المؤتمر بتاعه من باريس ودوه المانيا وسويسرا؟ هل عارف انه الامارات شاركت؟ هل جعفر المرغني عارف؟ دي مش سخرية القدر اللي بتدفع للدعم السريع واللي بتمول الدعم السريع واللي بتسلح الدعم السريع؟ ادتنا 100 مليون دولار، 100 مليون دولار ولا شحنة واحدة من الطيارة اللي بتنزل في أبشي، ولا شحنة الصواريخ المضادة للطيارات اللي بتديها للدعم السريع. ده مش سبب كافي انه احنا نسألها؟ بلد زي ما هي قاعدة في أمان الله، الكثافة بتاعت الخضرة الشجر، لاحظتوا الحاجة دي؟ دي أول ملاحظة عندي. الخرطوم بقت خضراء عديل. شجر ده قايم طبعا مع لا في زول بيقصه ولا في زول بيجي جنبه، قايم في امان الله. البلد بقت خضراء والله العظيم حاجه تبهج. شوارع من فوق نظيفه، اموره طيبه. تخيل في السنه دي مر عليها خريفين، كسير وطفحيت ورقشات وعوادم، شوارع لطيفه كله كتيبه بتاعت اسناد في حته. حنبدا نشتغل ناس الخرطوم، احنا جايين لكم. اي حي حنبدا حي حي. اسمع عندكم تواجد في الصحافه، الصحافه ده عشان تنضف دارين عمل خاص، قوه تتحرك لنا كتيبتين ثلاثه من شندي. سلام عليكم، كيف اخباركم؟ دارين مستنفرين ومقاومه شعبيه، ماشيين ننظف الصحافه. الصحافه دي مش مركز تواجد الدعم السريع، حنشتغل فيها علني عديل. طيران سلام عليكم، دارينكم تضربوا لنا تمركزات ومواقع. ما تيجي تقول لي الليله في الجرايد تقول لي والله ضربنا جنوب الخرطوم، ضربنا تمركزات الدعم السريع في الخرطوم ثلاثه، دي خرابيط ساي عمل ارضي طوالي. ضربت دانه واحده احنا مع المواطن نتحرك. الجيش بتاع القياده فتح الباب حبابه، ما فتح الباب احنا بنفتح الباب بتاع شندي، اننا مستنفرين. يجوا نازلين الصحافه، دارينا ننظف الصحافه دي. توتي دي محاصره بقى فيها استعباد عديل، الدعامه اللي قاعدين في توتي ما قادرين يعملوا حاجه. لكن عشان احنا نحاصرهم مشى يا اخواننا، هم كلهم كم 30 نفر قاعدين في توتي، بيستعبدوا في الناس، بيزلوا في الناس. توتي دي مشكلتها شنو؟ اولاد توتي السلام عليكم. دارين جيش، دارين معسكر هسه نعمله لكم؟
اسف السنه دي لو ولدتوته لو اتدربته ما كان رجعنا رجعناه. وينو جيشكم؟ ما هو ده جيشنا قاعد، انا اسوي لك شنو يعني؟ انت دار اهلك يغتصبون ونتحرك ونضغط الجيش يتحرك معانا، ولا دار تقعد تقول لي وينو جيشكم؟ ما في جيش يا اخي، ما تزعلني من الجيش. عندهم صفحه اسمها القوات المسلحه، امشي لها وناقز للادمي، ما تزعلني انا. افتح لايف اتكلم مع البرهان قائد القوات المسلحه، انا ما قائد القوات المسلحه. ما تزعلني انا. انا بسالك انت، تعالوا نعمل لنا معسكر حسي لتوتي، الراي شنو؟ افرجوا الفرشه حسي دي. دايرين 3000 من توتي، عندكم؟ ما في. من توتي وشمبات وكل الجروف. مناطق الجروف دارين نعمل لنا معسكر 3000 نفر، التخريج بتاعنا يا اخواننا يكون في اسبوعين. اول حاجه الاولويه لاي زول شايل بطاقه بتاع الجيش يتدرب، ده احنا جاهز، عندنا 5 اسلحه وحنخش طوالي توتي. دارين نخش توتي دي عمل خاص، دارين نخشها بالبحر، عندنا مراكب مصفحه حنقضي نقاطعين بالبحر داخلين توتي. في زول معترض على الحاجه دي؟ ده مقترح انا قدمته، الدار يقدم مقترح بتاع جيشكم اللي يقوله، ما عندي شغله. لكن في الوقت ده احنا كل يوم بنفقد عرض، بنفقد روح، بنفقد مال في توتي. دارين تقعدوا تعملوا لي الصواطه؟ انا ما عندي مشكله، صوته زي ما دارين. دارين تعملوا شغل عملي نشتغل عملي. احنا هسه دي لتحرير الخرطوم، شغل بتاع تحرير الخرطوم. والسيد الوالي احنا بنتكلم معاه هنا من اللايف، ما عندنا اتصال، نقول له من هنا دارين نحرر الخرطوم. الناقص شنو يا اخوان؟ اتحرك المعسكرات بتاعتنا في بحري، عندنا حطاب وعندنا الكدر وعندنا الكدر عشان يلاقي وادي سيدنا في كوبري. الكوبري ده سعدت ياسر، انت قلت حتفتح الشوارع، الكلام ده له اسبوع حسي. بيننا وبين جيش الكدر وجيش الكدر والجيش بتاع وادي سيدنا عشان نفتح الخطوط دي، عندنا الكوبري بتاع الحلفايه ده، كوبري الحتانه. كوبري الحتانه ده سعادتك فيه الغام وفيه عوائق. الاسبوع اللي فات انا متابع مع القوات دي، مشوا مرتين استطلاع قطعوا الكوبري وجوا راجعين، ما في حاجه، الامور طيبه. افتحوا لنا الشارع ده بعد ده، دارين حاجه واضحه كده عشان احنا نتحرك فيها، دارين حاجه واضحه نتحرك فيها. الجيش في 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 مدني شغال يا صرفه. لا لا لا، شغل بعد ده احنا ناسين لكم موضوع الجيلي. الجيلي بيننا وبين الجيلي قلتوا 15 كيلو واقفين بيسووا في شنو؟ ما تقدمات وتمركزات، تقدمات وتمركزات والكلام الكثير ده انا ما بينفع معي. انت مش محاصره 15 كيلو هاي، ابدا اعمل لي مناوشات بعد في الميدان، تتقدم كتائب بتاعت استطلاع، خشيتوا بينكم وبينها تكون 7 كيلو، ارتكازنا يكون قدامي قدام، ترفع عليه الصوره من هناك. احنا شغلنا في العلن، احنا شغلنا في العلن. الجيلي داخلين، الجيلي بكره الله اكبر، فتح من الله ونصر قريب. يا اخوي لا فتح من الله ولا نصر قريب تعملوا لي في الميدان، انا ما شايف حاجه حسي في الجيل. متمركزين، عارفكم متمركزين، انا ما شايف حاجه، انا مواطن بتكلم معاك بلغه الشارع ده، ما شايف حاجه في الجيل. انا بنتهي من الجيل، حفتح بحري، حفتح شرق النيل، حفتح الخرطوم، قلنا الكلام ده وصبرنا به وروحنا وصبرنا الناس. حسي جيلي دي يا اخوي احنا مرتكزين على راجلكم، شايفين الدعامه في بيوتنا، بيعملوا في الحفلات وبيعملوا الدخله جوا بيوتنا، ده كمان قله ادب جديده، مش عرقوا الفنادق بتاعت كورنيسه وعرقوا بيعملوا الدخله جوا بيوتنا، لا لا ده الفضل كمان. حنا والدخله وكمان جايين سيره قالوا لك والله ساكنين بعيد يا اخي، دخرتوا بالكومه على العقد، قالوا والله ساكنين في المعموره والعروس قاعده في 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 ابو ادم، شارع فيه شنو؟ الدعامه كمان بيعذروا ليروحوا، دخرنا والله ان شاء الله المازون يكون بس قاعد. لا 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 يا بيبي، لا لا الكلام ده لحد هنا انتهى. شفنا الخرطوم دي من فوق فاضيه وعباره عن عربات محرقه وما في اي حاجه، دايرين نرجع بعد ده يا اخي. ولا في عوده طوعيه ولا ما طوعيه، اسمها راجعين عديل. كل السودان ده يتحرك في موضوع واحد بس، انه احنا حنرجع وحنفشل المؤامره دي. اي تعطيل يجينا من فوق يتقشى بدايه من فوق من البرهان. احنا ده اصغر زول عندنا، ما اكبر زول، اصغر زول عندنا البرهان ده فوق يتقشى. اي زول بيعارض المشروع بتاع العوده، اي زول بيقيف مع المتامرين ديل، اي زول ما بيطلع له قرارات صحيحه يتبلى بس، الكلام اللي قاله مالك عقار ده يدفع ثمنه. كلام جميل جدا صرفه. زي ما قلت المؤتمر الوطني، انتوا عملتوا جريمه كبرى بحق الشعب السوداني، يعني تركتوا تركه كبيره جدا، والبشير هو فتح باب الارتزاق، وهسه جاي تتكلموا انه برهان كبر لدعم الصري وجاب الحركات، هسه جاي تتكلموا كانكم شرفاء. واولاد الاسياد دي لازم يتبلوا، دول كم ما يتبلوا السودان ذاته بتصلح. والليله جيت كده صرت اتكلمت كلام جميل جدا، يعني من البدايه لو كان يتكلم كلام زي ده الوضع هسه حصلنا فوق ده زمان كان جنجي بده يتبلغ، لكن انت قاعد تحاول انه تدافع لبرهان وانت براك شايف الحاصل ده، وده كلام جميل جدا. تاني مجامل ما في، لانه تاني كل خيارات بتاع النصر متاح وما في سبب ان الجيش ما يتقدم.